إدارة المجاهدين قامت بمسح شامل عبر التراب الوطني، فحصينا 1277 مقبرة للشهداء، أغلبية فيها ترمت والباقي الآن ترمم على مستوى الوطني بالتنسيق مع الجماعات المحلية الولايات والبلديات، وفيهم هناك كذلك مساهمة وزارة المجاهدين. كذلك حصينا في كل مسح شامل عبر التراب الوطني ل 1449 معلم أو مركز للتعذيب والتنكيل والتقتيل وسجون المجاهدات والمجاهدين. كل هذه العملية تعني مسجلة لدى وزارة المجاهدين والآن في بطاقية وطنية. الآن بعض المعالم التاريخية كذلك فيه تركيب مالية بين وزارة المجاهدين والجماعات المحلية، في كذلك يتكلف بها كذلك الدولة عن طريق تسجيل عمليات، والباقية إن شاء الله ستأتي في الميزانيات القادمة.